بونسوار. من زمان كتير وعلماء النفس بيدرسوا الإنسان وشخصيته، وكتار منهم بيعتبروا إنه من وقت ما خلق الأنا خلق الآخر، وخلقت هالعلاقة بين الأنا والآخر. التربية، ظروف الحياة، المجتمع، البيئة، الثقافة، القيم، كلها مفاهيم بتحدد علاقتنا بالآخر المختلف ومدى استعدادنا لنتقبله ونتقبل اختلافه. وبكتير من الأوقات بيكون هالاختلاف سبب نظرتنا للشخص التاني، نظرة فوقية، نظرة احترام، نظرة قلة احترام، نظرة تقدير، أو نظرة عنصرية. الآخر المختلف هو محور حلقتنا الليلة. كيف رح يتعامل معه المجتمع اللبناني؟ حضروا معي. موقف ما إلك علاقة فيه وفي تمييز عنصري بحق الإنسان، تتدخل، تتصرف، تاخد موقف؟ طيب شو بتعمل إذا أنت كنت المعنى بالموضوع وانحطيت بموقف انجبرت فيه تنجر للتمييز العنصري؟ تقبل؟ أنت وعم تحضرني هلأ أكيد عم تقول لا، وأكيد أنا ما بنجر وأنا ضد العنصرية وكل هالأمور، بس الحكي شيء والتطبيق شيء، ومعقول كتير أوقات يختلفوا عن بعضهم. تابعوا هالتجربة لتعرفوا عن شو عم بحكي. خالد، غيدا وزينات هن اللي ممثلين معنا بهالاختبار. خالد بدور المسؤول عن الصندوق بسوبر ماركت، وغيدا وزينات بدور الزبونات اللي عم بحاسبه. ثاقبت انه زينات عاملة من جنسية اجنبية، وصلت على الصندوق قبل غيدا، ست لبنانية، وبالمنطق مفروض تحاسب قبلها، بس غيدا ما هين عليها الموضوع. ليش؟ معلش اقطع قبلها؟ سوري في شيء؟ لا بس انه قطع قبلها يعني. ما انا ما حسني فيك تسألي دورة، مش انه في شي بتقطعي قبلها؟ لا ما في شي، بس انه انا لبنانية يعني انا مفروض اقطع قبلها. ايه بس ما هي دورة ولو بس هي بتوقف على جنب بتنطر. انا مفروض اقطع، هون كله بيمرق بالدور. غيدا ست لبنانية مش قبلانة انه عاملة اجنبية تحاسب قبلها. لا ما بسألها، انا ما عندي مشكلة، بعد ناقص انا بدي دورة اذا فيني اقطع. ولو دورة هي بتنطر بس انا ما بنطر. ليش؟ انا لبنانيه، انا مفروض اتحاسب قبلها. ليش؟ ما هي كانت محد، هي فيها تنطر على جنب وانا حديث غيدا مش بس في كتير من الانانيه، كلامها مليان عنصريه. معقول يعني؟ ايه معقول. ولو مش معقول، كيف يعني معقول؟ ايه مش هي بنقدمه. ايه بس هي فيها تنطر على جنب، انا مفروض اتحاسب قبلها. هي قبلي ولو هي تنطر، انا ما بنطر. لا شو بتعرف، بليز حاسبني لالي قبل. قلت لك مدام انا ما في ساعدك، ما في قطعك قبلها اذا هي ما قبلت. لا ما في، بليز حاسبني اذا بتريد. ما كتير طول المشهد قبل ما يتدخل أول رافض لمنطق غيدا. مش معقول شو الحكي هيدا؟ لا لا شو مش معقول، معقول ونص معقول. أنا معقول أوقف وهي هي تحاسب قبلي؟ معقول؟ إيه شو بني آدمي ولو بني آدمي؟ منا لك. لا لا حرام، عم تميز هيدا. لا ما عم ميز، هيدا حقي. بالمنطق والإنسانية عم بيناقش، بس غيدا ما عم تقتنع. ما فيني أنطر، هي لازم تنطر. يا بنا إذا بتريد بنا نمشي خمشية، ما بيصير تنطر هي، أنا ما بنطر. ما لح أنت، هي إجت قبلك؟ الأصول تمشي أنت وتوقف. يلا خلص خلصينا إذا بتيجي. إيه أوكي. حتى لو هالشخص مستعجل وبده يشي ويخلص، رافض إنه يكون في ظلم بحق زينات. أنت ما بتمرقي قبلي، مش حتمرقي قبلي، هيدا دوري. لما الحكي والمنطق ما بيعطوا نتيجة، يمكن هيدا الحل الأنسب بهيك مواقف ومع هيك ناس. وقبل ما يترك المطرح خبرناه ما في فرق بين الـ بين الـ اي عنصر واي طائف، يعني حرام، هي اجت قبل لازم الاصول قبل، يعني حرام ما بصير. اتضايقت؟ ايه اكيد اتضايقت. ايه 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 لانه بتعيط عليها، شو مش بني ادمه هي؟ ما هي بني ادمه مثلنا مثلنا، هذا اللي صار. عدنا الاختبار. هالشخص كان فالي وفاجئه حديث غيدا. سوري مدام في شيء؟ لا بس انه انا مفروض حاسب قبلها. بس هي اجت قبل حضرتك؟ إيه ولو، بس هذا دورة اذا هي بتعطيك اياه انا ما عندي مشكله. لا شو اخذ الاوكي منها يعني؟ اذا هي بتقبل تعطيكي دورة. حبيبي احنا صانعين عنا بلبنان، انا بقطع قبلها. بس سوري مدام، سوري، هيدا دورة اذا هي لا تحكي بالطريقه، صانعين عنا بلبنان، هاي ايه بشر مثلنا. ايه بس حبيبي احنا صناع بلبنان يعني مش انا بوقف. ولو بس ما انا اللي بوقف. يا مدام بشر مثلنا، عيب على الحكي، عيب. هلا انا ما لي علاقه بالموضوع، بس نحن
اون جنرال يعني بشر مثلنا. ايه ما هو اون جنرال هي بتوقف على جنب. ليه بتوقف على جنب؟ لانه انا اهم منها. كيف اهم منها باي اساس؟ انه انا لبنانيه وهي سوداء. شو هالحكي هيدا؟ معقول؟ ليزا كيلي. ايه هني شو بتقبلي تعطيها دوري؟ هني شو دوره؟ بزيت الاسلوب اللي تبع الشخص اللي قبله صرف. حبيبتي بليز رجعي بدي حاسب. كل ما عم نعيد الاختبار كل ما موقف غيدة عم بيصير ابشع وابشع. هالمرة هالست هي اللي عم تخضع لاختبار. أنا لازم أوقف قبلك. معليش أوقف قبلك ليش؟ سوري مدام في شي؟ لا بس إنه أنا بدي أوقف وراها. أه بس هي كان دورة قبل دوري؟ إيه ولو حبيبي بس إنه هي صانعة، أنا إيه؟ مفروض إنه قبلها. بس ما بيأثر مدام هون كل واحد بيمشي بالدور. فهي دورة؟ إيه؟ إذا هي بتقبل تعطيكي دورة؟ لا أنا أسألها إذا فيني آخذ دورة. إذا هي قبلاني؟ لا أكيد ما بسألها. إذا أنت قبلاني مرقية؟ أنا بمرقة، إذا أنت ما قبلاني أنا ما بقبل. مش عطول الموقف بيكون بالحكي أو المعاتبة أو التوبيخ. أوقات أهم المواقف بعبر عنا البادي لانجوج. إنه أنا بدي أخذ الإذن منها مدام قال إنه هذا دورة هذا حق. إنه هني شو شغلتهم هون عنا؟ مدام هلا ما خص شغلتهم باللي بالدور. ولو تنطر توقف هي تنطرني. هلا تشتغل بلا ما تقول ولا كلمة. سجلت هالست أقصى موقف ومشي. سوري مدام بس شو فيها إذا هي بتقبل؟ وبقينا نحن عم نصور مع وصول زبون جديد على الصندوق. بعدين هي من وراي مدام هي دورة قبل دوري فهيدا حقها. إذا هي بتعطيكي حقها أنا ما عندي مشكلة مدام. لا بس معقولة أنا بدي أخذ الإذن منها لقاتها؟ هي بشر ونحن بشر. إنه هي مفروض إيه بس هي مفروض بيجي العتال بيوقف قبل مني غصب عني بدي أعطيه دوري. بيجي الزبال بدي يوقف قبل مني واقف قبل مني غصب عني بدي أعطيه دوري. جنب يا حبيبي ايه بس هي مفروض تنطر على جنب بنخلص نحن كلنا هي اخر شيء. ليش مدام مدام ليه لا سوري مدام بس هي ليش اخر شيء يا حبيبي لانه هن مدام هوني هوني بالدور نظام انساني خلص انا بعدين هي من وراي هيك المنطق. لا اي منطق هذا اي منطق انساني هذا انا اذا الله خلقها تكون صانعة نحن خلقنا نكون اسياد استعبدوا شخص جديد انطفط وبقوه. إيه هي الا لا هي تنطر على جنب حاسب هي قبلة ولا هي قبلة؟ هي قبلة بس انا لازم هي قبلة خلص هي بتاخذ دورة. لا انا مفروض حاسب قبلة. معقول هن يحاسبوا قبلنا يعني؟ معقول؟ لا مش معقول. لا انا قبلة بليز. هاي مدام هذا دوري. وقبل ما تصير الشريعة مشكل كبير تدخلنا. طبعا نتدخل ما بنقبل بالظلم. نحن الحق نحن معه. كيف كل انسان بياخذ حقه شو ما كان من ما كان. هذا انسان استفزني انه قالت له لا هيدي سرلانكيه وخادمه وما بعرف شو من هالحكي هذا. هذا مش مقبول. ليه مرفوض عندك؟ مرفوض عندي وعلى كل انسان عنده ضمير انه هيدي انسانه كمان. موقف المواطن اللبناني رائع تجاه مشهد فيه تمييز وعنصرية. تقريبا الكل رفض اللي عملته غيدة على طريقته. بس شو بيعمل هالمواطن لما يبطل الشاهد ويصير هو المعنى المباشر بهيك مشهد؟ شو بيعمل لو مسؤول الصندوق قرر يحطه بموقف الإنسان العنصري ويمرقه قبل العاملة الأجنبية بحجة إنه عم بكرمه لأنه لبناني؟ بيقبل؟ بينجر للموقف العنصري؟ الجواب بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا ردود أفعال مختلفة لعدد من الأشخاص اللي رفضوا مشهد كتير بشع بس بيصير كتير بمجتمعنا وهو التقليل من قيمة العملة الأجنبية. كتار من زباين السوبر ماركت عارضوا غيدة اللي ما كانت عم تقبل تخلي زينات تحاسب على الصندوق قبلها مع إنه دور زينات قبل دور غيدة. غيرنا الأدوار بهدف نحط الضحايا بشكل مباشر بموقف عنصري. كيف؟ خالد مسؤول الصندوق مصر يمرق الزباين اللبنانيين قدام زينات مع انه دورة وحشته انه بلبنان اللبناني ابدا. معقول يقبلوا الزبونات يشاركوا بهالتمييز العنصري؟ خليكي على جنب مرقي للمدام بليز. خليكي على جنب. تفضلي مدام. ليه هيدا دوري؟ ما بيأثر خليكي على جنب تنطري شوي. تفضلي مدام. غيدة اخذت دور الزبون اللي عم تعترض على موقف خالد. لا ولا انه بس ليش هي قبل؟ عيد انا كبيرة احترام للكبير
هي بس ماما هي كمان زبونة. دول الأجانب بخلوا الكبير قبل الكل. عم بلبنان مفيش. أول حالة قبلت تمرق قبل زينات بس لأنها فكرت خالد عم بكرمها احتراماً لعمرها. ما بقصر الحمار أكون أنت أقدم منك، طول شوي على جنب. ولما شافت إنه خالد عم بيعامل زينات هيك مع كل الموجودين من كل الأعمار اعترضت هالسنة. أنت أقدم منك، تفضلي مدام. شو ليه أقدم منك؟ ما بقصر تنطر. لا مش معقول مرة هي قبل مش مقبولة يعني قد ما كان ما بيأثر مدام تنطر لا قد ما كان بس انه هي زبونة يعني بابا ومرتين هو عم يرجع هالشخص ورغم انه رفض مبدأ معاملة الزينات بعنصرية جار للتمييز وقبل انها توقف على جنب وانه هو يقطع قبلها هي انت قبضى منها ليش قبضى منها بس هي كمان زبونة يعني نعم تنطر بالدور ما بيأثر ليه بدك تنطر فيها تنطر هي شوي هي قبلي وقبلها ما بأثر فيها تنطر هي شوي حرام انا وهي حرام ايه بس هي ناطرت مرتين ما بأثر تنطر ثلاث اربع مرات كمان مش حمرة واحدة مثل قبلكم مثلها؟ ايه؟ ليش اشبه هي؟ نعم بني ادمين ما بأثر عمال معروف لا انا ما في شيء انت شايفه غلط بس هي عم بيعترض على اللي صاير بس بعده أخذ لها محلها حاسب خلص شغله وبس فل وغيرنا وجهة كاميراتنا هيدا هو الموقف اللي حبت هسد تسجله نحنا كان دورنا وراها ليش لحتى مرقتونا ضيقنا انه دورة اول شيء مرقني خملت انا يعني اكبر بالعمر قلت له للمدام انه اكبر بالعمر بدول الاجانب بمرق الأكبر صحيح. بس بدل صارت تتطور الحكاية ضيقت إنه ليش عيد يعني لون أسود يعني حرام مرة جديدة عم تنعاد التجربة شيل غراضيك مرق المدام شيل غراضيك خليك على جنب مرق المدام بليز سوري بس هيدا دوري تفضلي مدام ليه؟ ما بقى تنطر شوي على جنب تفضلي مدام بس ما هي ضايرة ولو تفضلي مدام تفضلي مدام اهلا وسهلا لا مو مفروض بس هيدا دوري يا خيي ليش بدك حضرتك ابدا منها مدام متفضلي ابدا منها كمان عم بدفع ما بقى تفتكي تنطر شوي على جنب طري شوي على جنب تفضلي ليش ابدا منها لا ما فهمت ما بعرف ليه عم بيعمل هيك سوري بس نعم مدام ايه بس حضرتك ابدا منه يعني مش حمرق الغريب قبل ابن بلدي ما بيأثر مدام تفضلي عملي معي تفضلي ما بيأثر لا 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 مش مقبولة ولا مسموحة منك ما قبلت ولا كان في قوة قادرة تخلي هالست تقبل تمرق قدام زينات وراهم خليني يمرق قبلك يا عيني بلا هي مش قبلاني المدام مش قبلاني اعطيني السبب طب يعطينا سبب تنطر هي وراها تنطر طري ورا هون لا يخلصوا هن حولت هالست اعتراضها لمواجهه مع خالد مش معقول لا منه انت ابدا منها مدام تفضلي مدام ليه ابدا منها ما فهمت هي غريبه ما تعمل مشكله لحالك مدام 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 هي مقطعه يلا تفضلي ما بيأثر يلا انطري وراهم تفضلي وراهم هي اقبلوا هي عملوا لك مشكله هي روح عند المدير منك بتضطر انت تعمل مشكله لحالك ما في أي مشكلة مدام تفضلي بس انطري ورا هون زيحي فوتيها ما حيقبل مدام انت أبدأ منه من وجهة نظرك بس من وجهة نظرنا لا لا مش معقول لا 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 عايز ما حلوة وهون انهينا المشهد بونجور مقلب لا خليك استفزني انه عم يقول لي ابدا واولى لا مش منطق كيف واذا ما نحن بالنهايه يعني هي معكم ما نهيني اوكي شو اللي استفزك اكثر شيء حسيت حالك غليتي موقفه انه نحن احسن منا هي غريبه كل انسان بيجي على هالبلد هيدي بلدنا للكل مثل ما نحن بنروح على غير بلاد بنحب نتعامل نفس ما منعامل الناس عنا ببلادنا الاحترام الإنسان أهم من كل شيء كل اللي شفناه من مواقف بكفة
واللي رح يصير هلا بكفة تانية. توقعنا كل شيء إلا إنه تكون الزبون اللي جاي تحاسب كمان عاملة أجنبية. سوري مدام، قاعة قبل عمي معروف؟ نعم. قاعة قبل بليز؟ قبل؟ هاي بليز. ليه؟ ما بأسر بس هاي. سوري بدخل قبل. تفضلي مدام. وبهالسهولة قبلت هالعاملة الأجنبية التمييز اللي عم بتمارس ضدها. هالشي بأكد لنا إنه موضوع اختبارنا عم بيصير كل يوم وبكترة، تيكون الاستسلام هالقد سهل. هاي قبل عمي معروف. نعم؟ هيدا دورة. ما بأسر، ترجع توقف شوي لورا. قربي مدام بليز عملي معروف. هي كانت قبل. ما بأسر. لهيك فوتنا زينات بدور المساند. على أمل توعي ضحيتنا على حقها. حضرتك مدام كنتي واقفة وهي رجعت اجت فاتت. خليكي على جنب. تفضلي مدام عملي معروف. الغرضة مش حماشين ليوم إذا حضرتك ما مرقتي. مش حماشين الغرضة إذا حضرتك ما مرقتي. خلي تنطر شوي، خلي تنطر شوي. هالبنت اللي ما عرفنا شو اسمها تعيونت وسكتت. مدام ما بأسر، شيل غرادي، شيل غرادي. بس ليش هن ليه انا بدي امرق ورا قبلهم؟ وقفي ورا بالدور. تفضلي مدام. هي ليه بدها تمرق قبلك؟ ليه بدها تمرق قبلك؟ انه هي ابدا منك. ليه ابدا منك؟ مش حمرق غريب، مش حمرق غريب قبلك. شو غريب؟ تفضلي مدام اعملي معروف، شيل غرادي. تفضلي. شو القصه؟ ليه ما بدي امرقهم؟ قال هن غريب وانا انه لا مش هيك قصدك، هي كان جاي قبل يعني؟ لا هي قبل. هي مش حمرق الغريب عن لبنان، عن لبنان. تفضلي مدام. شو دخل هيك؟ بس مش مشكلة، هي موافقة. نعم؟ ما عندها مشكلة. لا أنا بليز بدي مرقهم، أنا مش حمرق حدا قبل وتمرق المدام أو وحضرتك. هي بهمها إنه تمرق قبل. تمرق المدام وحضرتك ترجع يمرقهم، ما بيأثر. هو كمان بده يمرق؟ ما معقول، لا في شي غلط. بهمها يمشي النظام. إيه ما أنا عم مشي النظام، تفضلوا حضرتكم قبلها. بس هي اجت قبلي. ما بيأثر مدام، تمرق حدا فيك قبلها. أنا بدي أمرق ومسيو من وراك ترجع يمرقوا هن. زبون انسحب، وزبون تاني سجل موقف ضد التمييز. هن غرباء، حضرتكم تمرقوا قبلها. أنا ما بمرق، احكي مع المسؤول. لا ما حمشي الأغراض قبل ما حدا منكم يمرق. وين المسؤول كان واقف هون؟ لأنه بالنهاية نحن كلنا إنسان يعني. نعم؟ أنا المسؤول هون عن الكاشير. نعم عن الكاشير هون. هالوقت ضحية الحقيقية بعدها واقفة على جنب بحسب أوامر خالد، وعم بتعبر بوجهها وبنظراتها عن انزعاجها الكبير من اللي عم بيصير وعدم قدرتها على التصرف. بس عمليني من أي أساس ما بدك تطلعها بدورة؟ أنتوا أبدا من حق أبدا منا. أنتوا لبنانية مش من لبنان. مين معلمك إنه نحن لازم نطلع؟ ما بأثر، أنا بدي أقطع اليوم حضرتكم قبل ما تقطعوا هن. ما بأثر، فيها تنطر شوي يعني. أنت بتقبل يتصرفوا معك هيك ولا؟ بيقبلوا ما بيقبلوا، ما بقلك. ولما الحديث بين هالشاب وخالد طول كتير دخلنا على الخط. لأيمتى منصنف الأشخاص حسب لونهم أو هن من وين يعني؟ صلنا فترة من زمان منصنف الأشخاص، هلأ بلشنا نتغير، صح؟ ليش أنت من القليل اللي تغيروا؟ لا بتخيل في كتير ناس تغيرت. ايه بس شو كان موقف هالعاملة الأجنبية؟ وليش سمعت كلمة خالد؟ المدير كيل جدار كيل بس كيل لا جبي با بس المدير وجهت أفهم بس كي جن فالي شو جدوا سفته. واضح من هالتجربة اللي قمنا فيها إنه اللبناني بشكل عام ضد العنصرية، وحتى مستعد ياخد موقف ويتصرف لما ينحط قدام حال من التمييز. بس سنين من العنصرية ما بتنمحى بين ليلة وضحاها، ولما يكونوا الأشخاص المعنيين بعدهم بيعتبروا التمييز ضدهم شي طبيعي، منكون بعدنا بعاد كتير عن المجتمع المثالي، وردة فعل هالعاملة الأجنبية أكبر دليل. من 9 أيام انقتلت الصبية سارة سليمان لما شاب متهور أطلق النار بطريقة عشوائية بمدينة زحلة وأصاب رصاصه بنت 24 سنة. سارة ماتت، بس في 5 أشخاص بفضلها رجعت لهم الحياة بعد ما انوهبوا أعضاءها. خبر وهب أعضاء سارة تقابل بكتير من الترحيب من المجتمع اللبناني، وكان تذكير إنه هالمجتمع واعي كفاية، وشريحة كتير كبيرة منه بتشجع وهب الأعضاء وبتتفاعل معه بإيجابية. بس كيف رح يتفاعل هالمجتمع ذاته لما موضوع وهب الأعضاء يتحول لبيع أعضاء؟ صريح القانون اللبناني بمسألة نقل الأعضاء البشرية من شخص لشخص، المرسوم الشرعي رقم 109 صادر سنة 1983
بيسمح بوهب الأعضاء البشرية وفقاً للشروط التالية: أولاً، أنه يكون الواهب أتم 18 سنة. ثانياً، أنه يعينه الطبيب ويفسر له أخطار الجراحة. ثالثاً، أنه يوافق الواهب خطياً وبملء إرادته على إجراء العملية. رابعاً والأهم، أنه يكون أعطاء الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة، يعني البيع ممنوع. بس هل هالنقط الأربعة موجودة عند مجتمعنا؟ وقدي معقول الظروف المادية الضيقة تدفع بشخص ليعرض حاله لخطر جسدي وقانوني ويقبل ببيع عضو من جسمه مقابل المال؟ نحن اختبرنا والنتيجة رح تشهدوا عليها صوت وصورة. قبل مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت صفينا سيارة تابعة لفريق العمل، فيها كان قاعد محمد بدور الشيخ الخليجي اللي ابنه مريض كتير وعايز كلوي ومستعد يدفع مبلغ كتير كبير من المال للشخص اللي بيقبل يعطيه كلوته، وزميلنا ناجي عم بيمثل دور الشاب اللبناني اللي عم بيرافق الشيخ وعم بيدبر له شريه للكلوي. ناجي بيصير يبرم على هالناس الفايتين على المستشفى او الطالعين منه ويعرض عليهم الموضوع. يعطيك العافية، كيفك؟ ايش الحال؟ علمي، في عنا الشيخ من السعودية عنده ابنه هون مريض بمستشفى الجامعة الأمريكية، بده حدا يتبرع له بكلى بيدفع حقه 100,000. بهمك الموضوع؟ 100,000 دولار يا أخوي. أول شخص قبلني بلا ما يفكر بالموضوع رفض. صحتك كيف أول شيء؟ تمام. تمام تمام، ما بتشتكي من شيء أمراض؟ طيب. شخص تاني التقينا فيه عنده ابنه هون بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة لكلوي، بتتبرع له بكلوي بتاخد 100,000 دولار والزلمة جاهز وكاش. أرجوك ولدي يموت، تدريش يعني ولدي يموت والزلمة فلوس وكاش، هلأ بدفع لك رعبونة. شيخ وين الرعبون؟ أبشر أبشر، هاي فلوس بس يا أخي أبغي ولدي. تينا شو؟ عملية ساعتين شلو، لا فيك تعيش بكل وحدة يا أخوي. أتوصل إليك أبوس ريرك أنا لو أقدر أعطيك. ولدي يموت، ولدي يموت، ما حد يحس فيني. حديث محمد أثروا لهالشاب. عندي فلوس ما عندي ولد. والله يا عمي أنا معه يا زلمة، بس إنه والله ماما أنت عندك كلوتين، إذا شالوا لك كلوة بضل لك كلوة عادي بتعيش فيها عادي، شو هون المشكلة يعني؟ متعاطف مع الشيخ بس مش قادر يقبل. عملية ساعتين بالجامعة بيعمل لك العملية، شو؟ بهمك الموضوع؟ خلص يلا خير. بس في شيء 3-4-5 تحت اللي بيشتغلوا بكعك وهيك، بجيب بسألون انزل اسألون هلا من شو؟ حتى عرض يساعد تعاطفا مع البي وابنه. لا ما يريد الزلمه، يمكن ما يقدر. يا اخي اتوسل اليك، اتوسل اليك ما يقدر. ارجوك عمي والله العظيم لو اني ما خلص نصيب. تتبرع له لابنه بكلوه ب 150 الف دولار بدفع حقه. ابنه هون بالجامعه الامريكانيه. مين هو؟ للشيخ ابنه بالجامعه الامريكانيه عايز كلوه، تتبرع له كلوه. ولدي يموت. ايه من وين الشيخ؟ من الامارات. ولدي يموت، تتبرع له بكلوه. اسمع لك بقديش؟ 150,000. قول الله شو؟ 150,000 دولار. مليونين دولار ما ببيع كلوتين. ما عندك كلوتين؟ شو في اغلى من محل؟ الله خلى لك كلوتين. عنا الشيخ من الامارات. ايه نعم. ابنه هون بمستشفى الجامعه. السلام عليكم. عنده كلوي مضروبين يا حرام. نعم. حدا بتعرفوا حدا شيء يتبرع له بكلوه بيدفع له حقه 150,000 دولار؟ وحد الله يا رجل. هالانسان بعيش بكلوه وحده. متوقعين كنا رفض الناس. الانسان صحته غالي. عرض ناجي مش مقبول. ما فينا. لو سمحت يا اخي لو تعرف حد كلمه. يعني حرام بدفع له الزلمه اللي بده اياه. صعب ايه؟ صعب كثير. اعوذ بالله يعني. والله على راسي يعني احنا وفين نخدمك بنخدمك. يعني انا شو عم بقدر عم بعمل؟ اعطيني رقمك. خذ لو سمحت اخوي. 70. لو سمحت. اي حد يبي يكلم ناجي لو سمحت. الشيخ ابنه هون بمستشفى الجامعة. ايه طبعا. عنده ابنه بعيد من عنك فشل كلوي. اوكي حبيبي. بده حدا يتبرع له بكلوي ويعطيه حقه 150,000 دولار. والله فيك تعطينا كلوي من عندك؟ والله ليه؟ والله ما بتعيش بكلوي ثاني؟ لو سمحت اخوي. ما الانسان بيعيش بكلوي وحده يا راجل. حرام. يا رجل والله والله لو سمحت اخوي. يعني فلوسه جاهزه كاش، وين فلوسك شيخ؟ والله يعني دغري يعطيك مصاريك، وين فلوسك شيخ؟ مخبينا بلكي لا سمح الله. لا لا تخيي لامي ما بتعرف يعني. رافض جديد وحجة جديدة ومنطقية أكتر. يا حبيبي الله يشفي لك يا وعافي لك يا حبيبي. الله أعطاني كل شيء كل شيء ممكن. وإن شاء الله ما في سبحان الله ما تبون ما قد ما أعطى يعني إذا ما الله بدأك منه. سألك مشكور أخوي حبيبي. الله يعطيك الله يشفي لك يا عافية. مشكور أخوي.
بعد الفاصل. يوم تكون جاهز انا ما عندي اي مشكله. يا امي وين امك؟ بالضيعه. رجعنا معكم باختبار في ناجي عم بيقصد الناس المارقين بالحمرة ويعرض عليهم يشتري منهم كلوتهم لابن شيخ خليجي. الكل قبل الفاصل رفض والاختبار مكمل. مرحبا. شخص جديد كان مارق. الحال لك في هون معي أمير سعودي، هذا اللي بالسيارة، هذا اللي هونيك عنده مريض هون بالجامعة الأمريكية، بده حدا يعطيهم كلوة وبيعطوهم قبيلة 100,000 دولار. همك الموضوع؟ عرفناه على الشيخ. شيخ طال عمرك، هاي الشاب عم بحكي له القصة، بهمك على 100,000 دولار شيخ؟ أكم تبغي؟ أعطي 150 يا أخي، أبغى أفتك كاش. وين الفلوس شيخي؟ عبرين أخوي، أعطيك الحين كاش. عملي ساعتين. عم بيصغي لحديثه. شو؟ هو الواحد كم له كلوة؟ عندك اثنين كلوتين، كلوة هون وكلوة هون، بعيش الواحد بكلوة. لو سمحت أخوي، لو سمحت تنقذ طفل، طفل الحمد لله خير الله كثير. عادل عم بيلعب له على عواطف. هذه خدمة إنسانية. شو؟ لو سمحت. هي امتى العملية؟ العملية هلا انت تقول ايه جاهز للعملية، هلا دغري بنحكي المستشفى بنحجز لك تخت دغري. الهيئة عجبته الفكرة. بكره انت بدك يوم تكون جاهز انا ما عندي اي مشكلة. يا امي وين امك؟ بالضيعة. وين بها؟ هون بعكار. بعكار؟ ايه بس انا نايم هون ببيروت، بس احكيها تليفون. ايه زي ما مشكلة، نصير كلنا عند امك. ما بدك نطلعك سيارة الشيخ؟ على راسي يا اخي، بس لا ما يخالف تليفون، ما يخالف. خلي رقمي معك انا. طب اعطينا رقمك انا بدق لك. بدقايق كثير قليلة هالشاب وافق واعطانا رقمه. طيب بعد قد ايه بحكيك؟ كني بعد شي ساعتين. بعد شي ساعتين؟ وين ساكن هون قريب انت؟ ايه انا هون ببرج حمود. ماشي. راح على اساس يطلب رضا امه. وبعد اقل من ربع ساعة ما لقيناه الا راجع وجاهز يباشر بالموضوع. شو؟ مش الحال؟ ها؟ يلا دق لشوف العملية انتن بيقدر يستقبلونا. الحمد لله. خلص اجى حيتبرع لي. الحين ناجي بيضبط لك كل شيء. شفت شيخ انه بعد في ناس بتعمل خير؟ جزاك الله خير. شفت انه بعد في ناس طيبين؟ وهون اضطرينا نخبره. نحن برنامج اسمه مش انت، نعمل اختبارات اجتماعية. نحن هذا الاختبار لنشوف قديش العالم بتحب تساعد، انت طلعت من هالاشخاص، برافو عليك. خلاصة هالاختبار، لما كتبنا على أجندة البرنامج فكرة إجراء تجربة من هالنوع كنا حاطين بتوقعاتنا إنه الأغلبية رح يرفضوا أو ينتفضوا أو على القليل ينأزوا من فكرة بيع كلوتهم، وهيدا اللي صار. كمان ما مننكر توقعنا ولو بأمل قليل نصادف ناس يوافقوا على الموضوع، بس سرعة قبول هالشخص والسهولة بإقناعه واندفاعه الكبير لبيع كلوته هن اللي ما توقعناهم. أكيد الظروف الصعبة هي اللي خلت هالشخص يوصل لهون، ولكن هدفنا من التجربة مش استغلال الناس المعترة، إنما توعية المعنيين بلبنان على أنه بيع الأعضاء موضوع خطر وعم بيصير ولازم له معالجة جدية. تسمعوا كتير أنه بلبنان بيصير في عمليات غش بحق السواح الأجانب. القطع بتنباع للبناني بسعر وللأجنبي أو سائح بسعر دوبل وتريب. بس شي مرة شهدته شخصياً على حادثة من هالنوع؟ إذا لا، شوفوا واسمعوا كيف تصير الأمور. ناجي وعادل هن المسلين بهالاختبار. ناجي شاب لبناني بنقي من هالسوق بايع وبيسألوا عن سعر قطعة معينة. البايع بيعطيه سعر. بيرجع عادل الممثل اللي عم بيلعب دور الشاب الخليجي، بيقصد البايع ذاته وبيسأل عن سعر القطعة ذاتها. أقولكن البايع اللبناني رح يستغل إنه عادل خليجي ويزيد سعر القطعة؟ مرحبا. شو الأسعار معلم؟ تفضل. هذا كوبي شو؟ 1 2 كوبي 1 آخر شيء ب10. حيا. هذا كم أخوي؟ كم دولار يعني؟ 10 دولار. 10 دولار. خلينا نشوف بيع تاني. مرحبا. هاي الموبلون شو سعره؟ 40,000. كم هذي؟ هذي 5,000. زين مشكور أخوي، برد لك.
شفنا كيف بمحلين الخليج انعطى سعر أغلى من اللبناني. قررنا نجرب الاختبار ذاته على شوفرية التاكسي، لأنه منسمع كتير أنهم بينصبوا الخليجيين. ناجي ومحمد وقفوا نفس التاكسي على بعد أمتار من بعضهم وطلبوا منه تسعيرة لنفس المكان. تاكسي على الزيتون قديه؟ 10,000 دولار. لا هذا بخصم. ها؟ 4,000. لا يا 5,000. لا لا لا. 3. تفضل 5,000. لا أخوي أبغى يصير فور سيزن كم؟ 5,000. مشكور مشكور. وأنا دفعت 3,000 ليرة الثاني. مشكور ما تقصر. مشكور. شكرا. 5,000 ثاني. كم؟ 5,000 ثاني. لا يا أخي ما يمشي ما يمشي. مشكور. هل صفلك هربية؟ مشكور أخوي ما تقصر. قدي التاكسي على الزيتونة؟ 10,000. أبغى يصير فور سيزن كم يصير هناك؟ 7 دولار. شفتوا وسمعتوا الواقع الحقيقي لهيك موضوع، موضوع أيام التجار اللبنانيين باستغلال السياح ونصبهم بالأسعار. صحيح أنه اختبارنا تصور بمطرح واحد، يعني النتيجة مش معيار بينبنى عليه، بس هالمطرح اللي تصور فيه هو نوعا ما أهم منطقة بلبنان، بيروت اللي بتجمع كل أطراف المجتمع وأهل البلد. يعني إذا بدنا نطلع باستنتاج أولي لاختبار التجار اللبنانيين، فينا نقول إنه اتهامهم بشكل عام باستغلال الأجانب في شيء من الظلم، وحتى القليل اللي غشوا كان غشهم خجول. لهون بتكون حلقتنا وصلت لنهايتها. لقونا الثلاثة الجاي بذات الوقت بالحلقة الأخيرة من مش أنت لهالموسم، وبوعدكن إنه اللي رح تشوفوه من مواقف أكيد مش شايفين منه من قبل. من هلأ لوقتها أنا ناطر تعليقاتكن عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج مش أنت. تصبحوا على ألف خير.